يوم الأربعاء تم نجاح إجراء أول عملية لزراعة القلب الصناعي بمركز الناصرية، وهي المرة الأولى في العراق. المريض هو مواطن من أهالي محافظة المثنى في الستينيات من عمره، أصيب مؤخرا بمرض فشل القلب، والعملية أجراها فريق طبي مشترك، فريق ألماني وفريق طبي عراقي، واستمرت العملية لمدة 5 ساعات. هو الآن تحت الإشراف الطبي من قبل الفريق المتخصص واللي أجرى العملية، وهذه العملية تحصل مثل ما قلت لأول مرة بتاريخ العراق والشرق الأوسط. دون شك هو حدث كبير لابد أن نتوقف عنده. من المشاركين، من الأطباء الجراحين المشاركين في هذه العملية، الدكتور علي سعد مرزل أعرجي، هو اختصاص جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء في مستشفى هانوفر الجامعي في مدينة هانوفر في ألمانيا. هو ضمن الفريق اللي قام بزراعة أول قلب صناعي في العراق. في قبلها سبقته يعني كان هو من ضمن الفريق اللي قام بزراعة قلب صناعي في العالم عام 2014. والكثير من العمليات النوعية المطبقة على الإنسان لأول مرة. هو معنا من الناصرية على الهاتف. أهلا وسهلا بك دكتور علي، ومبارك نجاح هذه العملية الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا للمقدمة اللطيفة من جنابكم، شكرا جزيلا. كل العراقيين فخورين بهذا بما تحقق. بعد يومين من العملية، من إجراء العملية، كيف تقييمكم للمريض، وضع استجابة جسد المريض اللي زرع له القلب الصناعي؟ طمنا دكتور. طبعا أكيد أحب أجاوب على سؤالكم، سؤال مهم جدا، لكن يعني دائما يقال في الأثر خير الكلام ما بودي بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعم. إحنا سيدتي الكريمة، يعني تكلمنا قبلها شوية، صادفتنا للأسف يعني مصيبة في عائلتنا، وهي وفاة والد الدكتور سعد مثل العرجي قبل ما يقارب 11 شهر وأسبوعين. نعم. وبعد ما وفاته حقيقة كان جدا مهم بالنسبة لنا، أو كان خيار مخيرين مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. أنا دائما نتكلم عن والدي تمسكني العبرة، يعني عبروني، لكن الفكرة أنه إحنا كنا مخيرين حقيقة، وحسينا بمعنى هذه الآية، لأنه إما نترك كل شيء وإحنا ما عندنا يعني أي ارتباط أو شيء ومو مشكلتنا، أو نقول لا إحنا من هذا البلد ولازم نقدم شيء ولازم نسوي شيء. فإحنا لله الحمد أخذنا الخيار الآخر، وبنينا برنامج على خطة عمل يعني محسوبة ومرسومة. نعم. البرنامج يعني يضم شغلات كثيرة، من ضمنها هو هذا القلب الصناعي. نعم. يعني أنا حتى سئلت أكثر من مرة من يعني كثير من الناس اللي يعني الموجودين، الأفاضل الموجودين في مركز الناصرية وفي مدن أخرى، صار لنا لقاءات كثيرة. سألونا إنه هو يعني هذا الهدف. إحنا أنا أتذكر قلت لهم إنه القلب الصناعي أشبهه كأنما الكرسي اللي نقعد عليه في غرفة الطعام، موجود هو وشيء مهم، لكن في هاي الغرفة أكو ميزة الطعام، الغرفة في مكان ضخم، هذا المكان ضخم في مدينة أكبر، هذه المدينة في ولاية، هذه الولاية في دولة من الدول الراقية، وهكذا. فأهدافنا توصل لهذا الشيء. نرجع لسؤالكم على المريض. الحمد لله المريض يعني بعد العملية بكم ساعة صار وضعه مستقر، ولله الحمد ثاني يوم صباحا قدرنا نشيل يعني سوى الاكتوبيشن، جهاز التنفس. نعم. نشيله. المريض حاليا في الإنعاش في مستشفى الناصرية، مراقب من قبل كادر الناصرية المحترم والمتمكن جدا. نعم. بقيادة الدكتور عقيل الخفاجي. نعم. وإن شاء الله يعني خلال الأيام القادمة يطلع له الحمد. إن شاء الله. طبعا مرت على الشاشة وأنت تتكلم دكتور بعض اللقطات الحصرية من داخل غرفة العملية، والصور الأخرى كانت هي صور العائلة. إذن الحمد لله، الحمد لله. قلت إنه هو هذا هدف وبداية، بداية ليش دكتور ممكن نعرف يعني هدفك انه هذه العمليه تتم في العراق لاول مره وفي الشرق الاوسط، وهذه راح تكون انطلاقه انطلاقه لكثير شغلات. حقيقه احنا هدفنا الاول هو التدريب، لا يعني ما اقصد التدريب انه اكو ناس تحتاج الى التدريب وهكذا، لكن تبادل الخبرات ما بين المستشفيات، ما بين المراكز. يعني احنا مثلا نسوي شيء في امريكا يسوون شيء، في الصين يسوون شيء، في العراق يسوون شيء،
تبادل الخبرات مثل النقاش، يعني جنابكم تتكلمون أنا أتكلم، أنا عندي فكرة أنت عندكم فكرة، نعم. من نتكلم أنت صار حضرتك عندك فكرتين وأنا صار عندي فكرتين، نعم. هو هذا الهدف من كلمة تدريب. أهم شيء إحنا عندنا التطوير والتدريب، فالهدف الأول أنه طبعا بناء نظام صحي مرتبط بفشل القلب في العراق وإيصاله إلى مستوى عالي عالميا. العراق مثلا في هذا المجال، في مجال زراعة القلب وزراعة الأعضاء، غير موجود في الساحة العالمية حاليا أو قبل كم يوم. نعم. بعد هذا الحدث العراق صعد المستوى العالمي، يعني بأي مؤتمر قادم إن شاء الله، في مؤتمر نحن راح يصير عندنا مؤتمر إن شاء الله في شهر التاسع، نعم. الأويمس مؤتمر راح يكون في جامعتنا، وإحنا اللي سويناه راح يجون يعني أساتذتنا من مركز الناصرية وراح يقدمون هؤلاء المرضى وراح يبينون أنه العراق قادر. هاي النقطة الأولى. إذن هو إلى طبعاً، نعم. إذن نجاح هذه العملية لها مردود إيجابي كبير على سمعة العراق الطبية. طبعاً وإضافة لهذا يعني أنا هم أذكر إحنا مستعدين وتكلمنا مع يعني بسرعة في الخفاجي وغير من الأساتذة في مراكز مختلفة في العراق، نعم. مستعدين لأي تعاون ممكن يفيد العراق بأي نقطة، استقبال الممرضين، استقبال التقنيين، استقبال الأطباء، تدريبهم، الاطلاع، بحوث علمية، دورات تدريبية، ممكن حتى نعمل مؤتمرات مشتركة، أي شيء ممكن يقدم شيء ولو بسيط للعراق احنا مستعدين نسوي. وإن شاء الله يعني هذا كله يعني هو ممكن كلام بصورة عامة وشيء، لكن هذا مرسوم على خطة ونعرف شنو الخطوة الجاية والخطوة اللي تصير بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاثة، وإن شاء الله في الأيام القادمة وبالسنين القادمة راح نوفقكم معلومات أكثر، يعني حتى ما أطيل عليكم. نعم إن شاء الله. دكتور أنا كنت مع يعني كنت على تواصل مع حضرتك لمدة أكثر من شهر، كل مرة كان يتأجل موعد العملية. دون شك أن هناك جهود كبيرة بذلت من أجل إنجاح هذه العملية، فما الذي توفر في مركز الناصرية حتى مكنكم من إجراء هذه العملية النوعية؟ سيدتي الكريمة، حقيقة توفر لي هواي يعني شغلات، أنا يعني مو أفضل مدينة عن مدينة وهكذا، لكن هاي الكومبينيشن اللي موجود في الناصرية حقيقة من الصعب يعني واحد يلقاه. أنا يعني أستغل هاي الفرصة أولا لأشكر أهالي الناصرية الكرام، يعني هم أصل الكرم والتاريخ، ويعني استقبالهم وضيافتهم يعني جعلت هذا الحدث يعني تجربة لا تنسى، وأضاف لمسة حقيقة فريدة من الدفء والحنان والسخاء، يعني شكرا لهم. وبيها شخص طبعا إنسان جدا محترم وراقي، الدكتور عقيل الخفاجي، نعم. مدير المركز، إنسان مجاهد. أنا أتذكر يعني أنا مع جنابكم شهر، لكن مع يعني المستشفيات والأشخاص الآخرين باتصال فترة طويلة، لكن هذا الرجل حقيقة حاول كل شيء وسوى كل شيء، نعم. واتصالات وكل شيء هو من أجل نجاح هذا. والله مو لي مجهود شخصي، أنا أعرفه شخصيا الرجل، مو مجهود شخصي، لكن هو أراد يبني شيء بالعراق. نعم. وطبعا يعني تعرفين التحديات كبيرة، إحنا بلد يعني للأسف السمعة العالمية بلد مو أمين، يجيب مثلا فريق طبي ألماني مو شيء هين، الشركات أكيد. نفسها من تجيب مثلا تسوي تدريب أو شيء هم شيء مو هين، فحقيقة مشاركين كانوا كثيرين، ويعني حتى السيد رئيس الوزراء شخصيا كان جدا متعاون ومتفاهم، وكان عنده ثقة عالية بنجاح هذا المشروع. سيد وزير الصحة اجى ألمانيا قبل فترة، كان الرجل جدا متفائل ومن يعني طريقة كلامه وداعم، يعني حتى من كلامه أنا تمست أنه هو حقيقة يريد يبني نظام صحي متقدم في العراق. هي اجتمعت كلها مع وجود المرضى وتم إجراء هذا الحلم الحمد لله في الناصرية. إن شاء الله تكون فاتحة خير مثل ما حضرتك ذكرت، نجاح هذه العملية لها مردودات إيجابية كبيرة على سمعة العراق الطبية، فتح أبواب وأفاق أخرى من التعاونات الطبية في هذا المجال. ذكرت لي بأنه الأمراض القلبية في العراق يعني تشكل نسبة عالية للأسف. نعم، العراق بلد طبعا بسترس هواية، نعم. وبصورة عامة هو فقط هو يعني الأمراض القلبية بصورة عامة هي منتشرة في العالم كله، نعم. لكن نسبيا بالعراق أكثر. إمكانيات العلاجية كثيرة، نعم. يعني الأساتذة والأخوان من مراكز القلب في العراق أبد ما مقصرين، كل الإمكانيات المتوفرة يعالجون الناس، ووضعهم الصحي يعني جيد ومقبول، لكن أكو إمكانيات أخرى للأسف ما موجودة، وهي القلب الصناعي، زراعة القلب وهكذا، نعم. لهذا السبب إجينا إحنا وإن شاء الله بالتعاون مع الأخوان الموجودين نقدر نضيف يعني نقول الستيب الأخرى للعلاج وهي القلب الصناعي، وإن شاء الله بالمستقبل القريب راح نضيف الستيب بعدها وهي زراعة القلب، وإن شاء الله
بالمستقبل القريب أهم إن حاجة شاء فيها. الله إن شاء الله. إحنا كنا فخورين إن شاء الله. بكم بحضرتك، كل فريق الطب العراقي، وأيضا شكرنا للفريق الألماني اللي استجاب لدعوتكم وشارك في هذه العملية. ويعني حقيقة عائلتكم أكيد فخورة بكم. يعني تزامن هذه العملية الأولى وأنت تكون من ضمن الفريق الطبي مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الوالد، أتصور لها رمزية كبيرة. هذا جزء من وفائكم إلى يعني هو مر بأزمة قوية، وللأسف يعني دفع ثمنها حياته، ولكن أنتم مكملين المشوار. أعرف أنه شوية، بس هذا آخر سؤال، أعرف أن بيك مشغول، أنه لا طول العمر، أنتم ثلاث أخوة أو أربع أخوة بالعائلة، بس على السريع شنو لا احنا ثلاث التخصصات؟ اخوه في العالم. اني اخويا الكبير يعني هو حقيقه عماد البيت، يعني هو الداعم الاساسي انه بعد والدي نعم الدكتور فادي سعد مثلا العرجي، هو تخصص عمود فقري نعم ويشتغل على في الشيء اسمه البرين ستيموليترز، يعني الناس اللي عندهم شلل البارتنسون ديزيز يخلوهم نعم اجهزه بالدماغ وبالعمود الفقري ويعالجوهم. نعم اختي بعد صغيره انا تو خلصت قريبا دراسة الطب، وإن شاء الله قريبا كانت يعني صورتها موجودة تكمل على الشاشة. التخصص. نعم ها موجودة الحمد لله. مرت. ووالدتي، نعم والدتي الست نافذ جليل ربيع قديسية في الحلة، ما شاء الله وهسه حاليا نعم ما شاء الله. أنا من المناسبة يعني الله يسلمكم، لكن أقول يعني كنت إنه الفخر، بس هو الفخر مو فخر يعني، يعني أشكركم على الكلام، لكن هو حقيقة يعني احنا شرفنا انه صارت لنا الفرصه انه نسوي هذا الشيء. يعني ما اعتقد اكو احد من العراقيين تحصل له فرصه انه يخدم العراق بشيء وما يقدر، بس انا صحيح يعني اعتبر روحي من المحظوظين ان الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا القدره انه نقدم هذا الشيء، وان شاء الله القادم افضل واكيد، إن وان شاء شاء الله الله احنا يعني إن شاء الله. ما يقولون ستيب أملنا باي ستيب، بكم يعني العراق يصير له مستقبل صحي افضل العافية ونحن درجات جميعا إن جزء شاء من الله. هذه المرحله الرحله. نعم نعم بالضبط، يعني العافية اعتبر درجات، وهذا نجاح إنجاز كبير يعني اللي صار إنجاز إن كبير، شاء الله. والكل فرحانة وسعيدة به. أنا أنتظر جيتك الله دبي، يسلمك. عندي كلام هواي وياك. فإن شاء الله أنا بتجي. جدا آسف مرة ثانية حقيقة، يعني أنا تدرون أنا والله أعزكم يعني خصوصا أنتم شخصيا، وجدا آسف أنه ما قدرت أحضر شخصيا، بس قريبا وعد إن شاء الله أحضر يمكم إن ونقعد شاء يعني الله وجه لوجه ونسولف ونسوي أي برنامج تحبوه. إن شاء الله. دكتور علي تحياتي. بلغ تحياتنا لكل فريق الطب العراقي، ومباركة جهودهم، الله يسلمك. وشكرا جزيلا. الله يسلمك. لا بالعكس، الشكر لكم وتحياتي لكل كادركم والله. شكرا جزيلا. في أمان الله.